مستحيل تقدم على 100,000 شركة وما تشتغلش. ما تستسلمش يا أخي. لما تقدم 4-5-10 مرات خد فيدباك بعد الفشل. الفيدباك مهم جدا. انت لازم تعرف انت ليه ما اتقبلتش. الفيدباك مهمته ان انت تعرف انت ليه ما اتقبلتش اصلا. ايه المشكله؟ ايه الايرور اللي بيحصل كل مره لكل ما بتقدم السي في بتاعك ما بتشتغلش او بتترفض؟ حاول تغير من الاستراتيجيه بتاعتك، حاول ترجع لورا عشان تعرف انت ليه فشلت. ما تقولش والله هي الظروف، ما تقولش والله هي جينا، مفيش حاجه اسمها هي جينا، في سبب للفشل. انت فشلت عشان في سبب، انت ما فشلتش كده رباني، اكيد في حاجه حصلت خلتك تفشل. خد السبب ده وصلحه، بس اوعى تستسلم. الثانيه اللي انت بتستسلم فيها انت كده بتدمر حلمك. انت كده بتقول لحلمك السلام عليكم، انا كده انت طلعت كده اكبر مني، انا مش هقدر اكملها. اكبر مكان فيها احلام وامال هي المقابر، عشان بتروح مع اصحابك.